شو اسمه في المطار اللي عندنا. حلو، يطلع على سيارته خاصه لين يوقف شو اسمه مرقع عشان الجواز، تذكر ذيك الايام مرقع. انا اقول لكم وين تروح، كيف رحت الطويش؟ ايش دخلنا مرقع؟ كنت مصروع يا اخي. انت سنه تقول في مطار، قلت في مطار، واذكر بعد اي كم مطار، كم كيلو عن بيتكم؟ حتى 5 كيلو. انا مدير سوق هذه هي الدنيا، لكل بداية نهاية. الباب هذا فيه جميع الذكريات اللي حصلت في زيد رصيدك، فرحة، ضحكة، فائدة، حزن، سرور، كل هذه استقبلها هذا الباب. الله يا مدير السوق، الله يا فقرة مدير السوق. كانت أول حلقة وأنا داخل بالسيارة جاي من المزايد، حمل جميع المنتجات والبضاعات حقة المتاجر في الصندوق وداخل مع هذا الباب، ولا بالكاركترات، كاركتر الهندي بالدبابات، كاركتر الشاي، كاركتر الدوي. لكن لابد من لحظة الوداع، الله بينا. يا كم شخص ذرف الدمعة بعد ما سمع صوت محب في الكابينة، تواصلوا الأحباب مع أحبابهم. كان بينهم بعد وفراق ولا تجمعهم إلا